السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. أول شيء اعذروني حول هذا التأخير، فهمت؟ لأن تعرفوا صيف وكان عندي المؤتمر وعندي ياسر حاجة أخرى كملتها وما وصلتش الفيديوهات سواء حول الغنوصية أو حول تاريخ المعتقدات عند الإنسان. أما بالنسبة للمقابلات الخاصة والمباشر، انتم شفتوا اللي رغم أني ما حطيتهمش مباشرة ولكن خدمتهم الكل وحطيتهم. إذا نجم نقولوا اللي الآن رجعت للفيديوهات بطريقة نوعا ما أكثر منظمة. طبعا بالنسبة للتاريخ المعتقدات والأديان يمكن الجمعة الجاية نعود نرجع فيهم، أما في هذه الفيديو باش نواصلوا الحديث حول الغنوصية، وأرجو أن تقبلوا العذر متاعي. طبعا هذه مقدمة بالصوت والصورة، أما بقية الفيديو باش يكون بالصوت فقط والصور باش تفهموا أكثر. وطبعا هذه الفيديو عبارة على تذكرة للنقطة اللي وصلنا لها في الفيديو التاسع الأخير حول الغنوصية، لأن هذه المرحلة ما يسمى بالصفر المحايد هي مرحلة جداً معقدة باش تفهمها وباش تعرف المعنى بتاعها، لأن منها سوف ننطلق إلى بقية الحديث حول ما يسمى رأي الغنوصية في الوجود وفكرة الرب والكون بصفة عامة. إذن معناتها هذه مسألة واضحة جدا. أنا توا معناتها باش نوقف الفيديو هذه معناتها صوت وصورة ونرجع للصوت والصور، وباش نعمل لكم ملخص كامل حول معناتها الأفكار الأساسية حول هذه النقطة اللي تتسمى الصفر المحايد، اللي بعضهم يعتبرها رب واللي بعضهم ما يعتبرهاش رب، شنية الماهية متاحة بالضبط. وهذاك علاش معناتها عملت هذه المقدمة. أهم حاجة حبيت نقول لكم أني أعتذر عن التأخير، ونشكركم معناتها على كل التشجيعات والمتابعة، وكثير اتصلوا بي قالوا لي قطعت الفيديوهات وعلاش ما توصلناش حول الغنوصية، لكن راهو أنا وقت نلقى وقت وقت يبدأ عندي الفرصة باش نعمل فيديو نعمل فيديو وما نتأخرش عليكم، لأن الفيديوهات هذه تصلح لي ليانا أيضا كما تصلح لكم لكم أنتوما، لأن راجع ياسر أفكار تعلمتهم طيلة الخمسين سنة متاعي. وكل إنسان يستفيد من الآخر وينقل التجربة بتاعه للآخر، يمكن حاجة من حاجات تعمل لك تيك في مخك وتحل لك مخك وتولي تعرف ذاتك وتكون واعي بوجودك وبنفسك، وتنجم تبني الحياة بتاعك كيما تحب أنت وبالطريقة اللي تحبها أنت. وكيما نقول ديما، كل واحد لازم يحاول باش يعرف نفسه وباش يكون رب نفسه. المهم هذا اللي حبيت نقول، وتحياتي للجميع، ونبدأ بالملخص متاع الفيديو حول الغنوصية وشنو قلنا حول السفر المحايد وما هي الأفكار الأساسية التي تعتمد على هذه الفكرة. وطبعاً اللي يهمنا هوني هو رأي الغنوصي المحايد اللي ما تلقاه في حتى كتاب مع الأسف، لأن كل ما يحكي عن المرحلة هذه يعطي تأويلات. شكراً لكم وننطلق في الفيديو. إذن خلينا نحدد التفكير البشري حول المعتقدات. احنا نعرف ان البشرية تتقسم الى قسمين كبيرين، الدينيين اي الذين يتبعون دين معين، واللا دينيين. مستحيل تجد انسان الا يكون ديني او لا ديني. تقسيم البشرية الى نوعين قال المعري في بيت الشعر اللي قال فيه: اثنان اهل الارض
ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له. وهذا يخالف القولة المشهورة التي تقول من لا دين له لا عقل له، وهي قولة خاطئة من الأساس، لأن من يتبع دين هو يتبع النقل وما قال الدين وما قال علماء الدين، لا يمكن له أن يستعمل عقله. بينما قولة المعري هي القولة الصحيحة. الناس نوعين، اللي عنده عقل متبعش دين، واللي ما عندوش عقل يتبع دين ويقول سمعنا وأطعنا. طبعا عندما نقوله ما عندوش عقل نقصده ما عندوش عقل في الأمور الاعتقادية، يعني في المعتقد متاعه هو يتبع ميخدمش مخه وعقله، بينما في أمور أخرى طبعا يمكن يخدم مخه وعادي، يعني مش ما عندوش عقل جملة واحدة، وإنما إلا في مسألة المعتقد. أما القولة من لا دين له لا عقل له فهي خاطئة 100%. المهم قلنا إحنا إن البشرية مقسمة إلى أصحاب الأديان وأصحاب من ليس لهم دين، هذه واضحة. خلينا ناخذ أصحاب الأديان. إحنا قلنا اللي الأديان هي منقسمة إلى ثلاثة أنواع: الديانات التوحيدية والتي معناتها تعرفها، والديانات الشركية أي التي تؤمن بأكثر من إله، والفلسفات الدينية. هذم الأديان. أما اللادينيين هم مقسمين إلى ثلاثة أنواع: الربوبيين واللا أدريين والملحدين. ولو قارنا من بين الدينيين واللادينيين نجد هناك نوع من التقارب. مثلا الديانات التوحيدية هي تشبه الإلحاد، والديانات الشركية التي تؤمن بأكثر من إله فهي تشبه نوعا ما وتعتبر موازية للا أدرية، والفلسفات الدينية هي موازية للربوبية. وطبعا هناك مئات إن لم أقل آلاف من المذاهب والمدارس العقائدية اللي تجمع من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، ولكن أنا تكلمت على القواعد الأساسية: الديني واللا ديني. الديني ثلاثة: توحيدي وشركي وديانة فلسفية، واللا ديني ربوبي لا أدري ملحد. الأمر واضح. لو واحد منكم عنده خارج هذا الإطار يتفضل يعلمنا به. وطبعا مصدر هذه المعتقدات كلها الدينية أو اللادينية هي الغنوصية الأصلية التي هي موروث شفوي يتناقل من جيل إلى جيل كما هو، وفي كل جيل يظهر من يعطيها تأويلات خاصة. ونحن هوني نحب نعرف هذه الغنوصية الأصلية وكيف تنظر إلى ما يسمى السفر المحايد. طبعا احنا تكلمنا في الفيديو السابق بصفة عامة كيفاش تنظر المعتقدات هذه كلها للسفر المحايد. أما لأن احنا نحب نرجع للموضوع متاع الغنوصية وإنها الشخص يركز مليح، على خاطر لازمك تنسى كل ما قلته قبل السفر المحايد، وخلينا نركز على السفر المحايد اللي هو الأساس الآن، يمكن وقت نزيد ونتقدمه حتى هو يولي ما عادش عنده حتى قيمة، لأن العقل الإنساني والحس الإنساني من الصعب أن يفهم السفر المحايد.
الأديان كلها تؤمن بأن الصفر المحايد هو الرب الخالق والمسير للوجود. في هذه النقطة كلهم متفقين، سواء ديانة التوحيد أو الديانات المشركة أو التي تؤمن بأكثر من رب والفلسفات الدينية. ولكن الخلافات من بين هذه المجموعات الدينية الكبيرة هي في ماهية الرب أو ماهية الصفر المحايد وطريقة الخلق والتسيير. هذا هو الخلاف من بينهم. أما اللادينيون يتفقون إن الوجود مسؤول عن نفسه ومسير في داخله، ويختلفون هل هناك رب وهل هناك خالق وكيف تم الخلق. فقط في هذا يختلفون، أما هما كلهم متفقين إن الوجود يسير بطريقة طبيعية، وإن اللي موجود في هذا الوجود هو له الإرادة الكلية في تسيير ذاته وما حوله. في هذا يتفقون. والغنوصية الأصلية في الحقيقة هي منزلة بين المنزلتين، بين اللادينيين والدينيين، ولكن عندها تفسير خاص لهي. يعني المصطلحات اللي تستعملها الأديان ليس لها نفس المعنى في المصطلحات الغنوصية، لأن الغنوصية تعتمد أكثر شيء على الحس، وتعتبر إن المصطلحات هي تزوير للحقيقة الفعلية اللي احنا نعيشها في الداخل متاعنا. هذا هو الخلاف. والغنوصية ترى إن الخلاف اللي موجود الآن بين البشر هي في فهم هذه المصطلحات والمقارنة بين ما يقال أو ما يكتب وما نحس بالفطرة في الداخل امتاعنا. وأضرب لكم مثل في هذه المسألة بين الدينيين واللادينيين والغنوصيين. ناخذ مثل بسيط. مثلا الأديان تقول إن الوجود له أول، وهذا الأول هو يعتبر الرب، بينما اللادينيين يقول لك لا، الوجود ليس له أول، وإنما هو مستمر دائما أزلي، بينما الغنوصية الفطرية الحقيقية هي بين هذا وهذا، فهي تقول إن هو بالفعل له أول، لأن كل شيء حالي له بداية، ولكن هذه البداية هي في الحقيقة مؤخرة نهاية أخرى، واللي هي بدورها لها بداية، ولكن بطريقة ما يسمى دائرية. يعني احنا نشوفوها على أساس إنها متحركة وهي في الحقيقة غير متحركة، ونشوفوها على أساس إنها مستقيمة وهي في الحقيقة ليس مستقيمة. يعني هي دورة حول نفسها لا نهاية، مثل دورة العقارب متاع الساعة. إذا أنت تشوف الوقت يتعدى، ولكن الساعة بحد ذاتها ما تتحركش. كان تفهم هذه الحقيقة أو تفهم حاجة مهمة جدا في الفكر الغنوصي الفطري الأصلي في مسألة المعتقد والوجود وما يسمى الكون وغيرها من الأمور. هذه نقطة جدا مهمة. يعني عندك عبارة على شيء لا يتحرك، ولكن في نفس الوقت هو يتحرك في الداخل، ولكن عندما نبعد عليه نشوفه ما يتحركش، والتحرك متاعه مربوط بقوانين وأنظمة دقيقة جدا اللي يخليه يتحرك بطريقة
منظمة وبطريقة ما يخرج على النظام هذاك. هذاك علاش هنا فما الخلاف الكبير من بين الديني واللاديني والغنوصية. إن مثلا نضرب لكم مثال آخر باش تزيد تتضح الفكرة. مثلا بالنسبة الديني يقول لك كل شيء مقدر أو ما يسمى بالقضاء والقدر، يعني أنت مخلوق لازمك تطيع ولازمك تستسلم للنظام هذا اللي هو مسير من طرف قوة مهما كانت. بينما اللاديني يقول لك لا، أنت عندك الحرية المطلقة. بينما الغنوصية تقول لك لا، أنت صحيح حر ولكن في نفس الوقت غير حر، يعني هناك حرية ولكن هذه الحرية مقيدة بإطار معين. هذا هو الفرق من بين الفكر الديني واللاديني والغنوصي. نلاحظ هنا أن الفكر الغنوصي ديما هو ياخذ المكان الوسط في فهم الأمور، وهو أكثر شيء حسي منه كلامي، يعني وتجيبش تعبر عليه بالكلمات، من الصعب أن تعبر عليه بالكلمات. عندما تقول مثلا أن العالم محدود وغير محدود، العالم أزلي وغير أزلي، العالم متحرك وغير متحرك، هناك مثلا كل شيء مقدر وفي نفس الشيء ليس كل شيء مقدر بالمفهوم التقدير. هذه المصطلحات هي اللي تعطل الأمور للفهم الإنساني، وهي ما تسمى اللغة التواصل بيننا. لهذا الغنوصيين يعتمدوا أكثر شيء على الفهم الحسي من اللفظ الكلامي أو الكتابي، لأن الغنوصية الفطرية الحقيقية هي تأخذ الوجود كما هو بكل ما يحتوي، ما نطلق عليه تناقضات أو عكسيات. أي أن الغنوصية تعتبر كل شيء هو شيء واحد في نفس الوقت هو أزل من الأشياء. وهذه هي النقطة، ما نعرفش كان معناتها وضحتها ولا، وأنا حكيت فيها في ياسر فيديوهات وباش نعاود نحكي عليها باش تفهموها، مش بالفهم العقلي، ما نطلبش منكم باش تفهموها بالعقل متاعكم، لأن صعيب فهمها بالعقل، لازمك تحاول باش تحسها بالداخل متاعك. يعني الكون هذا كما هو، بخيره بشره، بليله بنهاره، باللين والصلب، بالنار والماء، يعني كل ما هو نقيضين فيه حاول باش تفهمهم كما هو. وقتها توصل تفهم هذه الحقيقة المهمة يمكن أن تفهم أمور أخرى مع الوقت، لأن هذه الحقيقة تحس أكثر من أن تفهم أو أن يعبر عنها بالكلمات وبالألفاظ. يعني نجم نستعمل طبعا الألفاظ، ما نجمش نستعمل معناتها حاجة أخرى غير الألفاظ باش نفهمها، ولكن الهدف ليس اللفظ بحد ذاته. ونزيد نضرب لكم يعني مثل على مسألة اللفظ، وأنا ضربته قبل، عندما نقول لك شجرة أنت يجي في بالك شجرة، ولكن الحقيقة هي وقتها تشوف الشجرة قدامك ونشوفها أنا وتشوفها أنت ونفهموها كيف كيف. هذا هو الفرق. أما يمكن معناتها ما بداش فما شجرة بحذانا وأنا أقول لك شجرة وأنت تفهمني، ولكن أي شجرة جات في مخك أنت؟ هل شجرة الزيتون أو شجرة الكرموس أو شجرة البلوط؟ لا، مش كيف كيف، لأن الشجرة هي مسألة عامة. يمكن أنا نزيد نحدد ونقول لك مثلا شجرة البلوط، أنت صحيح يجي في ذهنك شجرة البلوط، ولكن أشجار البلوط كثيرة، أنا هي شجرة البلوط اللي جات في مخك. إذن هوني الكلام هو مهم عندما تفصل فيه، على قد ما تفصل في الكلام وعلى قد ما تأكد على المصطلحات وعلى قد ما تعطي تفاصيل دقيقة 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 جدا، على قد ما يوصل الفهم للحس باش تحسه كما هو.
بينما عندما نكون أنا وأنت وواحد آخر قدام شجرة معينة ونشوفوها الثلاثة أو حتى العشرة أو الألف مع بعضنا، مناش محتاجين للكلام لكي نرسم هذه الصورة في ذاتنا ونحسها. كنا متفقين على أن هذه الشجرة هي المقصودة بعينها، ومن هنا يأتي الفهم الغنوصي في عيش التجربة الحسية لوحدك. أنت تحسها من الداخل، مش قالوها لك، مش قالوا لك أعمل هكا ولا قد هكا. لازم الشيء تعيشه أنت، تشوفه أنت بحد ذاتك، تحسه من الداخل متاعك. وقتها تنجم تكون بالفعل غنوصي، وتنجم تكون خدمت ما يسمى الحس العقلي. أما كان تاخذ الأمور على خطر قالوا لك، ولا خطر قالوا لك فلان، ولا قال لك فلان، فأنت لا تحس الفكرة. ليس مهم ساعات فما حاجة ناخذها، ولكن نكون حاسينها، عشناها، ولا استطعنا أن نحسها. هذا حتى بالنسبة للأفكار، يعني مش أنا نجي نقول فكرة ولا فلان قال فكرة تمشي تاخذها وتطبقها هكاك. لا، لازمك تكون مؤمن بتلك الفكرة، يكون عندك درجة الوعي والحس بتلك الفكرة. نفس الشيء في كل ما يخص هذه الحياة، وخاصة فيما يخص المعتقدات. مش لأن الدين الفلاني قال لك الرب الفلاني كذا 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 أنت تصدق. المشكلة في المصطلحات. أنت شفت كل الأديان تتكلم على رب أو قوة أو خالق، ولكن كل واحد يعطيها التفسير متاعها، واللي يتبع دين معين هو يتبع التفسير متاع الشخص اللي قال هذاك الكلام. وهذاك الشخص يمكن يكون حسها بالفعل وعاشها، ويمكن يكون اتصورها وإلا فكر فيها وقالها. المهم هذا غير مهم. المهم من يتبع دينا معين أو مذهب أو حتى فكرة مهما كانت، وما يكونش عنده الإحساس الداخلي والإيمان الداخلي بتلك الفكرة، فهو يعتبر يتبع. ولهذا أنا دائما أقول السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل. وعندما نقصد بالعقل هو العقل الحسي طبعا في الدرجة الأولى بالنسبة للمعتقدات، والعقل المحلل بالنسبة للأمور المادية اللي فيها أدلة فعلية. لأن احنا نجم نختلف في الأحاسيس، ولكن لا يمكن أن نختلف في أمور مادية واضحة. هذه مسألة واضحة. يعني أنا وقت نجي نناقش معاك فكرة معينة، كون هذه الفكرة معتمدة على شيء مادي وخاضعة للتجربة العلمية، هوني مانيش باش نقنعك. لازم الفكرة هذيك ثابتة علميا، ما عادش مسألة إقناع. يعني أنت كي ما تمنش بها أو أنت ما تتبنهاش لأنها تجربة علمية، وإن كانت من بعد يظهر خطأها أو نقصها أو أشياء أخرى، ولكن هذه أمور مسلمة. منجيش أنا ناقشك هل أن القمر مدور أو مربع. يعني كان أنا قلت لك القمر مدور، أنت من المفروض أنك تقول القمر مدور، لأن وقت نشوفها أنا وتشوفها أنت والعلم أثبت والأدلة أثبتت أنها هي مدورة، ما تجيش أنت تقول لي مربعة ولا مثلثة. وقت تقول مربعة أو مثلثة هنا الخطأ فيك، وهذا لا يغير الحقيقة الفعلية. إذن كل ما هو أمر علمي ثابت معناته وصلت له التجربة، أنا وقت نحكي معاك كانك أنت تبنيت هذا الفكر، يعني أنك إنسان علمي وإنسان تخدم المخ متاعك، يعني تبحث وتدرس وتعرف الحقيقة العلمية. كما قلت لكم، وإن كانت الحقيقة ليس 100%، يعني تعتبر نوعا ما نسبية، ولكن قابلة للتطور. بينما في الأمور الحسية ذلك
أمر آخر يختلف، يمكن نختلف معاك مثلا في المعتقدات، أنت تشوف الرب بطريقة معينة وأنا نشوفه بطريقة أخرى، هذا ليس مشكل. ولكن جيت قل لي أن الرب متاعك قال لك باش تعمل هكا وهكا، هذاك اللي قاله لك ربك يخصك أنت فقط. وأي إنسان مهما كان معناتها ياخذ كلام شخص آخر معناتها اللي هو قال له ربه باش يعمل حاجة ويطبقها، هذاك يعتبر يتبع في النقل كليا. مثل مثلا الأنبياء أو الرسل يجيوا في فترة من الفترات ويقول لك أنا ربي جاني ولا نزل عليه الوحي ولا طلعوا للسماء ولا ما نعرفش على ربه شنو، ويجي يقول لك أن الرب متاعه قال له هكا وهكا. يا سيدي اللي قال هو لك ربك الكل، طبقه على رب روحك أنت فقط. وأي إنسان فهمت يصدق ويتبع ويتبع يعني الكلام اللي قاله، هو إنسان يعتبر في أمور هذه ما يسمى المعتقدات ليس له عقل كما قال المعري. بينما التجربة العقائدية لازم تعيشها أنت شخصيا وأنك تعرفها من الداخل متاعك. هذاك علاش فما حديث هو يعتبر ضعيف يقول الطرق إلى الرب بعدد أنفس الموجودات، يعني كل واحد لازم يحس التجربة هو بذاته. إذن هذه هي الفكرة الغنوصية، أنها تتعامل مع الأشياء مباشرة. صحيح أن الغنوص يحكي معاك ويفسر لك ويعطيك الكلام ويزيد يفسر وانت تسأل وهو يجاوبك وانت تسأل وهو يجاوبك، علاش؟ باش يخليك تحس بالفكرة وتعيش الفكرة. أول ما توصل أنك تعيش الفكرة تخلق المعتقد متاعك الخاص بك انت. هذا هو مفهوم الفطرة وهذا هو مفهوم الغنوصية، هي أن كل إنسان يكون عنده الإيمان متاعه الفردي وما يدخلش في إيمان الآخرين. هذه أهم نقطة موجودة في الغنوصية اللي أنا لخصها في فكرة حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. إذن الإنسان لازم أول حاجة يتفق على ما يسمى التجارب العلمية والأدلة العلمية، هذه الأمور لا يمكن أن يختلف فيها اثنان. والإنسان اللي ما يقبلش العلم ويرفض العلم فهو إنسان لم يصل بعد إلى درجة وعي الإنسانية الحالية المتحضرة على الحضارات السابقة. يعني إنسان عايش توا وعايش بفكر عنده 1000 سنة ولا 2000 سنة، هذا من نجموش نقوله عليه متحضر. ولكن في نفس الوقت الشخص اللي يعيش 1000 سنة التالي وهو عايش حضارة أخرى نفهموه. أنت ما تجيش بعد 1000 سنة أو بعد 2000 سنة تقول الكلام اللي قاله وتعيش بالعقلية متاعه، هذا يعني نعتبره إنسان متخلف، متخلف عقليا وذهنيا وحسيا. هذه مسألة واضحة وبين لا تحتاج إلى دليل. كيما يجي واحد توا تحكي معاه يرفض نظرية التطور ويرفض فكرة أن الإنسان آتي من عالم الحيوان، بدليل اللي عنده هو اللي تبعه أن واحد عنده 1400 سنة ولا 2000 سنة ولا 3000 سنة قال له لا أن الإنسان فهمت خلقه من عرشنا سنفور ولا بطيخ، وخلق آدم وحواء وسكنوا الجنة، وتجيب لي قصة خيالية وخرافية وتجي ترفض العلم واللي توصل له العلم اليوم فهمت باش تصدق فكرة خرافية. إذن في الأمور ما يسمى العلمية والأدلة العلمية هذا لا نقاش فيها. أما ما لم يلزم فيه العلم بعد، مثل مثلا ما فماش مثلا يجي يقول لك موجودات فضائية، العلم مازال ما قالش إن فما موجودات فضائية، يمكن معناتها قال إمكانية وجودها ولكن لم يثبت بالدليل العلمي. هنا أنت حر، تحب تؤمن بها أؤمن، تحب ما تؤمنش بها ما تؤمنش، أنت حر. نفس الشيء مثلا مسألة الرب ولا كل ما هو معتقدات، هذه الكل ما تدخلش تحت الدراسة العلمية.
إذن هوني أنت حر أنك تؤمن ولم تؤمنش. ولكن الخطر أين موجود؟ عندما تقول أن هذه الأشياء قالت لك حاجة، فهمت؟ هذا هو الخطر. كان الحاجة هذه تخصك أنت شخصيا ما يقلقش، ولكن لو تطلب منك باش تعمل حاجات أخرى وتطلب من الناس بالسيف أنهم يتبعوك، هنا يولي الخطأ، يعني ما يسمى بالفكر الديني القديم. الآن البشرية تذهب إلى إيمان شخصي، كل واحد عنده الفكر متاعه في الأمور اللي ما توصلش لها العلم. نظن هذه هي الفكرة الأساسية، وهذا يعني تعيش عصرك وتعيش الفطرة وتعيش غنوصي أنك تكون رب نفسك وما تحطش نفسك رب على الآخرين. هذه هي أهم نقطة. نظن نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، لأن هي عبارة على معناتها إعادة وتوضيح باش نحطكم في الخط متاع الغنوصية، ونواصل مع فيديو قادم حول الغنوصية وفهم معنى ما يسمى بالسفر المحايد على حسب كل هذه المعتقدات الدينية ولا دينية، وفي نفس الوقت الرأي الغنوصي المحايد الذي هو منزلة بين منزلتين، والذي عليه كما قلت لكم اعتمدت كل المعتقدات في استخراج هذه الأفكار، لأن هذا الفكر الغنوصي رغم قدمه إلا أنه يعود للفترة الأولى الصافية الإنسانية، وهو موجود في كل واحد فينا إلى اليوم، يحتاج أخذه وفهمه على حسب العصر متاعنا للأشياء اللي ما جاوبش فيها العلم. نظن هكا الفكرة واضحة، ونشكركم على التشجيعات ونشكركم على التوزيع، رغم اللي نأكد أن التوزيع جدا قليل، ولكن مش مهم. كما قلت لكم هذه الفيديوهات هي صعبة وليس في متناول الجميع، ولكن أنا نحاول نبسط فيها أكثر شيء ممكن باش توصل لأكبر عدد ممكن، وأي شخص ينجم يستنبط منها أفكار ويعمل فيديوهات أخرى من أجل أنه يوضحها أكثر ويفهمها أكثر، لأن الشعوب متاعنا محتاجة إلى إيمان جديد يكون فردي ويكون ينطلق من التجربة الشخصية لكل شخص باش يحترم الآخرين وفي نفس الوقت يعيش الحرية متاعه اللي هو يحب يعيشها بالفعل. المهم مع فيديو قادم وبسلامه.